نعقد جلسة على أساس تقديم تتمة الدفوع الشكلية. كان سبق الزملاء قدموا الدفوع بعدما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة في جلستين سابقتين. تقدموا الجلسات فيها جوج الدفوع على أساس نتقدم الآن بالدفوع الشكلية. للأسف الشديد وما وقع مؤلم ومضر بصحة العدالة. المحكمة اعتبرت قضية جاهزة، أعطوني الكلمة. دائما طرقهم الملتوية لتأخير الملف حاضرة. جاءوا طلب جديد عطونا نصوروا، قال المدة تصور كيكون في كتاب الضبط. وانا كرئيس هذه السنين كثر من 30 عام ما كانش طلب اللي كيتقدم المحكمة كيتقدم كتاب الضبط. قالوا لا كتاب الضبط، قالوا الميفرا موجود. قالوا لا واحد المحضر تاع 2007 المحضر تاع القديم الاصلي كاين موجود في الملف منذ انطلاق المحاكمة. علما ان هذا الملف ناقشته هي السابقة في الدفوع الشكلية وبتت فيها وناقشت الموضوع وأمرت بإجراء خبرة على الجثة تبين ماشي ديالو. عاودنا النقاش مع الهيئة الأخرى، استمرنا في الدفوع، كانوا غيبتو تغير الرئيس، عاودنا النقاش تغيرت الهيئة، جهاز الملف بديناه. الملف خلقوا أي سبب تأخير خصو يتأخر، لاش لأن في هذا التأخير مصلحة لهم هو أن قضية هذه القضية تبقى رائجة في الرأي العام ولهم مصالح ومآرب أخرى. الإنسان إذا كان يعتبر نفسه عنده ولده ضحية يسرع إلى المحاكمة. إحنا الآن طرف المدني يؤخر الملف بأي سبب، مرة شهود مرة طالب، وهذا الطالب اللي قدمه اليوم سبقت المحكمة بالتفيل الأولى وسبقت في المحكمة الثانية وبالتفيل المحكمة الثالثة اللي هي الثالثة، ورغم ذلك يتقدم بطلب. يظهر لك ان القصد هو التأخير. ثاني يخلق واحد النوع من الفوضى والبلبلة داخل الجلسة حتى يقع ما يقع ويختلقون سبب هذا مريض هذا سخف هذا من هذا مشغلو زيان. قلنا له دابا السيد رئيس شكون هاد الناس اصلا اللي كيتكلموا، شكون هما، شكون هاد الطرف المدني، واش عندكم شي واحد ميت؟ راه كاين حكم باسم جهة الملك بين المحكمة السابقة قالت لك اودي ما عندش ما يفيد الوفاة. هي قالت لهم هذا ماشي سروالو، هذا ماشي الصور ديالو، هذا ماشي هو اللي ورا في الصوره اللي لقاو الجثه الموجوده في سميتها واد مرزق. قالت لهم هذا الشيء كلشي ماشي ديالو، ماشي المقياس بسروالو، ماشي الصور، ماشي هو الفرن ياكد لي ماشي كذا، هذا ماشي ولدي وولدي ما ماتش. اللي كتقول لي ولدك ما ماتش وهذا ماشي ولدك، قلنا يومين السيد مات، اعطونا ما يفيد الوفاه، اعطونا شهاده الوفاه، اعطونا اي شيء يفيد الوفاه باش نعرفوا هادو واش هما الورثه. والا ما ماتش راه حنا كنحاكموا الوهم. فمن لا منطق، من لا منطق ولا عقل، ان لم اقل من الحمق، ان اعتقل اشخاص من اجل القتل العمد وانا لست اعلم بان هل هناك وفاه ام لا. هذا شك مصلحه المتهم، مانع من الاعتقال، الملف كان في التحقيق، حتى واحد ما توصل نتيجه وما كانش شي قرينه وحده تفيد الوفاه، ما عندناش. عندنا هما الجلسات السابقه كانوا جاو غير القوى في تمارا وراه السيد تسطا وراه كذا وعيني بالاماره تشبه العين وكذا هذا وعرفناه خبرنا النيابه العامه. هي كتقول الناس كيتصلوا بيا كيقول لك السيد موجود، شحال مره اتصلوا بيه شفناه ولقيناه ودرناه. دابا ما فهمناش هذا الحمق اللي حنا وصلنا له، حنا راه حنا نتفليبا. السيد ما ماتش وما كانش ما يفيد الوفاه، حنا نقولوا عندكم قتل العمد. تجاوزنا هذه نعتقلوهم، يتحكموا في حالة اعتقال 3 سنين و6 شهور وما زال ما تحكموا ابتدائيا. طول الإجراءات يساوي دور من الدستور كيقول محاكمة في أجل معقول. احنا عندنا المحاكمة في أجل اللا معقول، الاعتقال لا معقول، المتابعة لا معقولة، الأجل لا معقول، والسيدة جات نصب طرف مدني وهذا خلاف القانون. شكون انت؟ أنا أم الضحية، شكون الضحية؟ فاش انت براسك كتقولي ما ماتش؟ لا ما عرفتوش انا، جيبوا لي ولدي. علاش كذبتوا عليا؟ علاش كذبتوا عليا؟ علاش كذبتوا عليا؟ كيحاولوا يخلقوا الفوضى باي وسيله باش ياخروا الملف. للاسف هذا مؤلم جدا ان نعيش هذه الوقائع في 2023 في دوله الحق والقانون. مؤلم جدا تاخيرات الطرف المدني تعسفيه غير مبررة. المهم هو تأخير الملف بأي وسيلة، أي وسيلة نأخروا الملف ونخلقوا فوضى داخل القاعة
ياخذوا الكلمه بدون اذن، ما عرفنا صفتهم كياخروا بوسيلة قرار واحد دفاع سخف فايده بها. انتم كتشوفوا شنو واقع، مؤلم جدا ما يقع، ولكن الضحايا هي العداله، الضحايا هي العداله، وهذا مؤلم جدا.